صور التوليب، هو التوليب مش موجود هنا عشان ده مش وقت تزهيره، انما صوره مع استاذ مصطفى موجود. بس انا عامل لك مفاجاه، انا جايب لك توليب النهارده بس مش مزهر، الابصال بتاعته، الابصال هنحضرها انا وانتي علشان انا عارف انك بتحبي التوليب. انا مبهوره دي جنينتي، ده انا عادتي كنت بشرب الشاي الصبح هنا. بص انا وصلت لمرحله ان انا كان عندي 2500 توليبيه مختلفه في الموسم في جنينتي، واللي جنبها دي الورا اللي لونه بنفسجي ده اسمه الهايسنت، دي نوع من انواع التوليب الجديده اسمها البارت توليب اللي طالعه دي، وكان من اوائل الاوقات اللي انا شبه البغبغان، هي عامله كده مجنونه وملونه وبتاع. بس انا هقول لحضرتك على حاجه، يعني من معلومات بسيطه جدا، التوليب ده من بيسموه ايه، هاي مينتيننس، يعني مش اي واحد كده يبدر بتاع يقوم طالع التوليب. صحيح. يعني ده يعني دايما هو ومجموعه زهور كده، عشان كده اولا بتبقى غاليه جدا، لو حد هيشتريها من محل الزهور هتبقى غاليه جدا موت، بتطلع في بيئات محدده وعايزه صيانه وعنايه كبيره. انت تشرب كل يوم الصبح مع الشاي مع التوليب ده حاجه جامده. اقول لك انا حاجه، انا وصلت لغايه الزعفران كمان على فكره، زرعته في بيتي وكنت بقطف الزعفران احطه في الشاي الصبح. بس هي القضيه مش كده، هي القضيه ان اول حاجه علمتني الزراعه كانت التوليب. انا كنت في امريكا في الجامعه بنزل الربيع دخل لقيت التوليب طالعه في كل حته، يا اخوانا الكلام ده، فقالوا لي تيوليب. انا فضلت وراها ايامها بقى الانترنت ولا الحاجات دلوقتي انت كده تعرفي كل حاجه. فانا عدت الى جامعه القاهره وجبت معايا شويه تيوليب، اشتريت 8 من التوليبس وانا جاي من الجامعه. انا عايش مع مصطفى شردي بتاع الوفد بيت ابويا، انت عارفه طبعا السياسه، متراقبين مواعيدي، انا كنت في الجامعه مواعيدي في البيت 9 ونص، ده كان يبقى يوم مش لطيف لان هو عايز يطمن متراقبين حدوته. ورحت ايه عشان عايزهم يطلعوا جذور مش عيب، رحت جايب بيت. ما كنتش زرعت ده بالذات قبل كده. رحت جايب بيتموس حضرتك زي ما الكتاب بيقول، اللي هو التربة الصناعي البيتموس، ورحت بليلها مية ورحت حاطط زي ما قالوا البصلة جواها في كيس وقفل عليها، ومطلوب تتحط في ضلمة عشان تعمل جذورها الأول بدل ما تطلع خضار وتموت. يعمل إيه محمد شردي؟ راح عاملهم كلهم كده كور في بعضهم لونها أسود، ورحت حاططهم جوه كرتونة ورحت مخبيهم جوه الدولاب بتاعي بس عشان يطلعوا جذور. مين بيرتب الدولاب؟ تقوليش ان انت تشك فيك. بتشك فيا؟ ده انا رجعت في يوم بيتنا لقيت وش ابويا، انا عايز اكلمك يا ابني في ايه يا حاج؟ في ايه يا بابا؟ والله العظيم لقيت الكرتونه اكن مثلا ايه، وابويا قاعد وامي قاعد والبيت هو يعني معلش، شاب في مقتبل العمر زرع زرعه ومخبيها في الدولاب وهو في امريكا. هي مش زرعه، كان لونها حاجه لونها اسود كده. يعني لا مش في امريكا، انا كنت رجعت مصر. اوكي. انت عارف ان انا موقفي ايه والدنيا عامله ازاي، ويا ابني لازم تصارحني، ويا ابني مش عارف ايه، انا مش فاهم كل ده، مش فاهم ايه اللي بيحصل. وبعدين راح مدد ايده قال لي ايه ده؟ افيون مخدرات. لا ما يعني انا طبعا بصيت له ومش عارف، انا جيت لي كريز الضحك. وبعدين قلت له ده زرع، فبص لي كده قال لي زرع، ده زرع؟ قلت له والله العظيم زرع، حتى انا هوريك حاجه. كان بدا يطلع جذور، رحت ماسك الكيس ورحت قلبه، قلت له مش جذور اهي؟ قال لي افتح. قلت له هتموته؟ قال لي افتح. قلت له هفتح واحده بس حرام عليك الباقي. انا ما قعدتش اساسا طول ما هو كان بيكلمني من منظر وشه وتوتره، انا ما كانش هاممني، انا بس عايزه فهم في الاخر. المهم بعد كده لما بداوا يظهروا بقى يحطهم قدامه، هو كان يقوم 5 الصبح يكتب المقاله ياها المشهوره جدا، حطتهم قدامه على ترابيزه السفره، انا عايز اقربهم للنور، احطهم جنب النور، الاقي ابويا راح نايلهم جنبه على ترابيزه السفره الصبح. حبهم. فانا التيلو ارتبط معايا بشكل كبير قوي، بتهمه. وبعدين انا حبيته بقى وبدات اقدمه، اقدم بقى الاميراليس واقدم الهايسنت واقدم الابصال المختلفه في مصر. طب انا اسفه، ايه ده الجمال ده؟ ده الهايسنت، وبرده جايب لك منه النهارده. ايه الجمال ده؟ وده الحقيقه يعني بص، في
في برنامج اجنبي كده يعني ايا كان معناه يعني او الخلاصه منه اذا شردي كان يستطيع فنحن نستطيع. اذا انت قادر تزرع ده في جنينتك طب ما احنا كمان نقدر نزرعه في البلكونه. ما هو ده البرنامج عملته كده. انا عملت دروس على فكره انا في جامعه البساتين كنت بدي دروس ولا لما جبت الحاجات دي واجوا اصحاب المشاتل اصحابي دخلوا جنينتي من حوالي 10 15 سنه بداوا يستوردوا الابصال تاني بعد ما كانت انقرضت في مصر علشان الناس حبتها. معلش احنا نعرف او هكذا قيل لنا من زمان انه الورود دي مناخها ما ينفعش مع مصر. مصر دولة حرة ودي بتطلع في مناخ مختلف. فاقول لحضرتك احنا ما بنحاولش اصلا نجرب نزرعها لا في بلكونة ولا في جنينة ولا في سطوح. ما بنحاولش لان قالوا لنا دي ما بتطلعش عندنا. ده صحيح. بصي هي التيوليب شوية متدلعة بتحب الشتاء. فانا حتى التيوليب اللي جايبه النهاردة انا جايبه بقالي شهر حطه في التلاجة. يعني انا رحت راكن الخضار كده ورحت حاطط جنبه التوليب في التلاجة. فيفضل التوليب في التلاجة لمدة شهرين. هبدا ازرعه من المفترض بس انا النهارده هوريكم طريقته ايه. من المفترض ابدا ازرعه اخر نوفمبر وانزله في الشتاء الجامد جدا ده اللي هو ديسمبر ويناير فبراير يظهر التوليب خلاص خلصت. بس انت اكيد بتراعي فكره الحراره والنور يعني ما هو مش لو سبتهم انا في البلكونه هيتبلوا تاني يوم في شمسنا دي. لا ما هو مش او حتى الشمس. في الشتاء مفهوم. ادي الارض اهو جنينتي. عارف 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 لفظ يا حلاوه يا ولاد عارف اللي هو ايه الله ايه ده جميله شردي كندو احنا كمان كندو احنا كمان نقدر نزرع زيه في البلكونات او السطوح حتى. طبعا. طيب على ذكر السطوح او البلكونة او الجنينة او حتى حوض عند الشباك من احد اهم ميزات محمد مصطفى شردي المزارع انه كمان مهتم بزراعة التوابل. وقلت لي انا بزرع شجر مثمر في البلكونة. طبعا إزاي؟ انا بزرع شجر مثمر في البلكونه. لا ازاي دي أنا, عندك دليل؟ أنا عندي ايه دليل ده انا عندي ده. بصي انا ما جبتش كل حاجه ايه رايك مش بس عندي الدليل ده انا هدوقك الدليل. ما فيش حد في بيته ما يقدرش يزرع اللي هو عايزه. يا جماعه القضيه كلها ان انت تاخد بالك المساحات. عارفه براميل البلاستيك اللي احنا بنلاقيها دي ب 100 جنيه وبتاع كده. طيب نجيب ما نجيب 6 براميل نحطهم فوق السطوح ونملاهم تربه ونحط فيهم شجر ليمون هيموتوا. يموتوا ازاي ما انت مش بتسقي ميه. ايوه بس هو ايه اللي هيموته؟ مش هيموت مش هيطلع ليمون. مين قال الكلام؟ معرفش. هو الشجره اللي مفروض تكون مثمره وما تطلعش ثمار محتاجه تغذيه او محتاجه قص. ايه اللي ممكن انا لو عندي بلكونه أيوة؟ يعني معقوله في الحجم او سطوح او 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 حتى حته ارض قدام بيتي مثلا ان انا ازرع ليمون ويطلع ليمون. اي فن ثانيه واحده اما عايزه نزرع ليمون انت تحبي تيجي معايا تشوف الليمون؟ اجي معاك طبعا. تعالي اتفضل يلا ايه بسم الله ما شاء الله. ليمون ده ايه اصليه زرع بقالها كام دي؟ بصي دي بقالها كام سنه. انا كان عندي اكبر منها احنا ما عرفناش ندخل حاجات. انا عندي تخن كده يعني ما شاء الله يعني. وعلى فكرة الشجره المثمره دي ممكن تبقى في البلكونه طبعا بس تشوف شمس 3 4 ساعات. يعني انا عايز بس مقص من الصندوق بتاعي بس انا لا استني انا معايا صديق الفلاح. ده ليمون ايه بس ده مش بنزهير ها؟ لا ما هو الليمون لوحده اسر تصل الى 100 نوع او اكتر من 100 ده اللي نوع. بيسموه اللايم صح؟ يس مام. برافو عليك. بصي اهو بس ليمون ده صديق الفلاح ماشي دايما اكون ماشي بيها. ده ماشي بالمطوه لا مفاجاه النهارده شمي يا جماله. ايه رايك كويس؟ طيب ليمون مين مين عايز يدوق ليمون؟ استنى نديلهم بقى اهو مستوى خلاص. مين عايز يشقط؟ جاهزين؟ اهو يلا برافو يلا تمام. ها هنا هتشوطوا كويس؟ ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. لا ده انتوا عايزين واحد بتاع بيسبول يلا. اوبس اوبس وصل. انا ما رضيتش. طب كلمني اكتر. بص انا مبهوره بالليمون. لا اصل هدوقك حاجات احلى. وبينما اتذوق هذا الليمون ايه رايك؟
يداهمني السؤال مرير. قولي. هو بيظهر عند بي 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 بيطرح عندك انت بس؟ لا غير صحيح. عايز تقولي ان انا لو جبت البتاع ده هو ايوه هحطه في البلكونه عندي ايوه هيطلع هيطلع ليمون. ايوه المطلوب ايه؟ شمس جيده للحمضيات بالذات، ودي اسهل حاجه. الشمس عندنا بس كده، حطيها في شمس كويسه وما تسقيش كتير. الميه مش بتحيي الزرع، ما تموته تخنقه. انا عايز الزرع يسقي يشرب لما يكون عطشان، ومش عايز الزرع يشرب من هنا. من هنا انا بنزل على الساق اصيبه بكل اعفان الجذور اللي في الدنيا. ما تحط الميه هنا، هو هيوصل لها. هو احنا لازم نغرغره؟ ما ينفعش. واخد بالي والله. حلو الكلام. تعالي بقى نقلك على نوع تاني برضه. دي ايه بقى؟ هتعرفي انت دلوقتي. ده ليمون برضه اهو. دوقي الليمون ده بقى. وده ليمون بقالنا زمان قوي ما بنشوفوش كتير في مصر. ده ليمون سكري. اشكرك. ده ليمون سكري، واحنا صغيرين فعلا كانوا اهلنا بيجيبوه. ايه رايك؟ ما بقاش ما بقى ما ما موجود. موجود ولكن مش بكثره زي ما احنا كنا بنحب ان هو يكون موجود. وفي البلكونه. تعالى انا هعمل لك كده زي ما بعمل في المشتل. في البلكونه. ايوه يا فندم اهي، دي بقى لها 5-6 سنين في البلكونه. ايوه.